امبارح في جلسة مجلس النواب التاريخية اللي خصصت لمحاولات دعم القضية الفلسطينية ومنع أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وإلى الأراضي المصرية، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أكد أن مصر قدمت حوالي مساعدات إنسانية لغزة تقدر بما يفوق 11,000 طن، وده بيعادل 4 أضعاف المساعدات اللي وصلت من كل دول العالم إلى قطاع غزة. صحيح يا محمد. كمان التحالف الوطني للعمل الأهلي أعلن أنه في أكثر من 200 شاحنة هتكون جاهزة بكرة الخميس مشتملة على كل المستلزمات الإغاثية والأدوية. خلينا نعرف تفاصيل أكثر من الأستاذ محمد ممدوح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ محمد، وبعد التحية يعني بشكل عام لو تكلمنا عن حجم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللي قدرت مصر أنها تدخلها من أول الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة حتى الآن، زي ما محمد قال بنتكلم على كميات تفوق 11,000 طن، وتحديدا حسب حديث دكتور مصطفى مدبولي 11,200 طن يفوق 4 أضعاف، لأنه من 30 دولة حوالي 30 دولة مجتمعة 3,000 طن. في البداية يا فندم صباح الخير على حضرتك وعلى كل المتابعين. طبعا كلمة السيد الدكتور دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس أمام البرلمان هي جلسة تاريخية للتعبير وإيضاح عن دور الدولة المصرية مؤسسات المجتمع المدني في دعم القضية الفلسطينية. زي ما حضرتك قلتي بالفعل عدد المساعدات التي دخلت إلى القطاع حتى الآن، ونتحدث عن كلمة دخلت إلى داخل القطاع وليست فقط موجودة على داخل أعلى والمخبر، عن 11,000 طن موجودين، وهو بالفعل أكثر بكثير من ما قامت به أكثر من 30 دولة على مستوى العالم. مصر قدمت أكثر من 4 أضعاف. محتاجين بس أن عندنا مجموعة من الملاحظات، أن هناك أرقام أكبر من ذلك في الطريق. زي ما حضرتك قلتي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وغيره من مؤسسات المجتمع المدني عملت منذ اللحظة الأولى على تجهيز المساعدات من أجل سرعة تقديم الدعم لأهالي القطاع في ظل الحرب الغير إنسانية التي يتعرض إليها أكثر من 2,300,000 مدني موجودين داخل القطاع. منذ اللحظة الأولى كان هناك توجيه من فخامة السيد رئيس الجمهورية لمؤسسات التحالف الوطني بسرعة تجهيز المساعدات. جهزت القافلة الأولى خلال 36 ساعة اللي هي كانت تتضمن 109 شاحنة أيام ما كان المعبر مغلق من الجانب الآخر، ودي برضو نقطة محتاجين نأكد عليها أنه على مدار 46 يوم الماضيين لم يغلق معبر رفح من الجانب المصري ولو دقيقة واحدة، وإنما كان التعنت من الجانب الآخر. وده اللي ظهر في زيارة السيد أنطونيو جويتريتش الأمين العام للأمم المتحدة لمعبر رفح والتقاءه بالمتطوعين من مؤسسات التحالف الوطني وتعرفه على حقيقة الوضع، وده اللي ساهم بشكل كبير في تغير وجهة النظر والتعاطي من جانب الأمم المتحدة مع القضية. اللي احنا بنشوفه داخل القطاع للأسف هي كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معاني، ولكن في ظل الدعم المصري ومطالبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول العالم المختلفة بإجبار سلطات الاحتلال على احترام القانون الدولي الإنساني، احترام المعاهدات والمواثيق الدولية، سرعة نفاذ هدنة من أجل السماح بدخول المساعدات، الضغط على سلطات الاحتلال للسماح بدخول أكبر كم من الممكن أن يسهم في إنقاذ حياة المدنيين داخل القطاع. أعتقد وده شفناه أستاذ محمد، يعني كلنا نأكد عليه ونعرف، وده شفناه بتحرك فعلي من الدولة المصرية من اليوم الأول، يعني فكرة الضغط على نفاذ دائم ومستدام وآمن لكل المستلزمات والمواد الإغاثية. حابين نعرف من حضرتك أستاذ محمد لو عملنا كده بانوراما كده سريعة، أكتر المستلزمات الإنسانية الإغاثية اللي تصدرت تلك القوافل التي لا تنقطع إلى قطاع غزة. مصر قايمة من اليوم الأول بجسر بري متواصل من المساعدات لضمان أن يكون هناك ما يمكن أن يساعد هؤلاء المدنيين داخل القطاع في مواجهة هذه الأعداء الغاشم اللي احنا شايفينه. زي ما حضرتك بتتكلم عن استمرار تقديم المساعدات، ولكن في ظل حالة التعنت اللي موجودة من الجانب الآخر للأسف
المتطوعين وجهود الدولة المصرية بتواجه مجموعة كبيرة من التحديات والعوائق. يكفي ان نخلي برضو المشاهد معانا متابع ما يحدث في العملية. حضرتك دلوقتي احنا بنتكلم عن مجرد النفاذ من معبر رفح البري من الجانب المصري، هناك اكثر من 50 كيلومتر صاح الشاحنات المصرية من اجل التوجه لمنفذ العوجة للتفتيش من الجانب الاخر. ايضا هناك التعنت وفقا لاتفاقية المعابر، واللي محتاجين برضو المواطن والجميع المتابعين يبقوا عارفين ان مصر ليست طرف في اتفاقية المعابر التي تم التوقيع عليها من السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الاسرائيلي والطرف الثالث وهو المبعوث الامريكي او الاتحاد الاوروبي طبقا للوضع الراهن. فانت بتتكلم عن ما هو خارج حدود الدولة المصرية. انا اخري المساعدات تدخل من عندي، تروح 50 كيلو تقعد تفتش، اجراءات طويله جدا من سلطات الاحتلال تمنع استمرار نفاذ المساعدات بالشكل المطلوب. يعني من يوم الاول الدوله التي تقدم المساعدات اللي هي الدوله المصريه بتطالب العالم بالضغط على سلطات الاحتلال لسرعه ادخال المساعدات. كان عندنا توقف بشكل كامل ادخال الوقود حتى 3 أو 4 أيام من النهارده. عقد هذه الضغوط تم السماح بنفاذ الوقود ليس لأهل القطاع ولكن لمساعدة الأونروا، لأنها هيئة الإغاثة المعتمدة في قطاع غزة من أجل مساعدة 690 ألف نازح موجودين في أكثر من 150 مركز من مراكز الأونروا. عايزين برضو نركز على نقطة ومعلومة الناس محتاجة تعرفها، أن المساعدات التي تدخل من الدولة المصرية لا يتم تسليمها إلا لجهتين، وهم الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الأونروا، حتى نضمن أنه لا يتم التشكيك في من يستلم المساعدات داخل القطاع. للأسف في حالة من حالة من الاستهداف لجهود الدولة المصرية، خاصة من بعض الدول اللي للأسف بتستخدم منصات التواصل الاجتماعي في عدم إيضاح الرؤية بشكل كامل بعض المطالبات لمصر بفتح المعبر، حين أن المعبر أي حد موجود في أي لحظة من اللحظات ووكالات الأنباء العالمية موجودة تؤكد على أن المعبر تفصيلا مفتوح. شباب المعبر على العالم لضغط على سلطات الاحتلال للسماح بدخول المساعدات. لا يجب ان ننسى ان هناك من الشباب من رابطه في حمله مرابطون حتى الاغاثه امام المعبر. طيب دي برضه نقطه مهمه الناس محتاجه طبعا بكل تاكيد، وتعرف ان الجيش المتواصل هو بالفعل يثبت ان عمل بشر في زمن عز فيه الشر. طيب استاذ محمد، يعني واحنا يعني على اعتاب خلاص هدنة بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة، يعني ولو بصينا خلينا نتابع مع حضرتك كده كمان بعد بعض الأرقام. يعني مصر حقيقة مساعدات لم تقتصر فقط على إنفاذ المساعدات الإغاثية، لكن كمان مصر يعني في حوالي 8200 مصاب من مختلف الأعمار دخلوا عبر معبر رفح لتلقي المناظرة الطبية والعلاج. نتكلم على 383 في المستشفيات، 28 من الأطفال المبتسرين اللي دخلوا أيضا في الحضانات في المستشفيات المصرية، وتجهيز 30 ألف من الأطقم الطبية عشان تكون قيد الاستعداد. وإحنا على أعتاب هدنة زي ما قلت لحضرتك، يعني شايف هذا الدور إزاي ومصر هتتعامل إزاي مع هذا الموقف؟ بقولك أمر حضرتك بتقوليها حاجة واحدة، إن بالفعل الدولة المصرية كانت على قدر المسؤولية. مصطلح الشقيقة الكبرى ليس مصطلح مجاني يتم إطلاقه على أي دولة من أجل الوجاهة أو من أجل فقط التمسك بمجموعة من الثوابت التاريخية، ولكن أنا أتحدث عن مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الدولة المصرية التي في ظل أزمة اقتصادية لا يستطيع أحد أن ينكرها على أغلب دول العالم نتاج لتبعات جائحة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية. دولة زي الدولة المصرية في عز أزمتها الاقتصادية لما تقدر تطلع أكثر من 4 أضعاف المساعدات التي قدمتها دول العالم، أعتقد دي ملاحظة تسجلها كتب التاريخ وحروف من النوم. حضرتك كلمي عليها عن
المساعدات الطبية ودخول العديد من المصابين والجرحى وأيضا الأطفال المبتسرين. ودي نقطة محتاجين إن احنا نلفت نظر العالم أنه في ظل أعياد الطفولة واحتفال العالم بهذه المناسبة العظيمة يتعرض مئات الآلاف من الأطفال لحرب غير إنسانية تستهدف حتى الأطفال الخدج أو الأطفال المبتسرين. هناك توجيه واضح من الدولة المصرية بسرعة المساعدات ليهم. هناك المشهد الذي سيسجله التاريخ هو الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الذي انتشر له موقع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي عن مطالبته للمصريين بعلاجه، وهو طفل بكل تأكيد ليس موجه، وهو يعلم علم اليقين أن المصريين هم من قادرون على مساعدته في الحفاظ على قدمه من البث. وهو الذي اتبع معه توجيه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي لسرعة إدخاله، والآن هذا الطفل يعالج في معهد ناصر بالقاهرة، المستشفى الموجود في العريش، العديد من المستشفيات. خروج تقرير يومي من سيد وزير الصحة المصري عن عدد المصابين الذي يدخل إلى مصر بشكل يومي من أجل تقديم المساعدات. استمرار الدولة المصرية في الضغط وعدم السماح بنفاذ مزدوجي الجنسية أو الأجانب إلا بعد ضمان دخول المساعدات لأهل القطاع، صحيح. أعتقد أنها كانت ورقة تغيير مفردات التعاطي مع القضية. السيد رئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول رفض السماح بنفاذ الأجانب أو دخولهم إلا بعد ضمان دخول المساعدات من أجل ضمان. وده كان موقف حاسم وقوي جدا. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. ومع اقتراب او تحقق الهدنه وتنفيذها على واقع الارض، احنا بنتمنى ان شاء الله، لانه في بند من البنود او الاخبار اللي بيتم تداولها هيكون في اسراع وتقديم مزيد من المواد الاغاثيه وادخالها عبر معبر رفح بما فيها الوقود، لان احنا في لحظه دلوقتي مهم جدا ادخال مزيد من الوقود لتشغيل المستشفيات والمخابز داخل قطاع غزه. فده هيحصل ان شاء الله بشكل كبير خلال الساعات، مش الايام المقبله، خلال الساعات المقبله ان شاء الله.